بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الناس، اسمعوا يا شباب، الناس مع القرآن على أربع أصناف، على أربع أنواع. راح نذكر الأربع الأنواع، وكل واحد كده يتأمل في هذه الأربع الأنواع ويسأل نفسه هو من أي صنف من هذه الأربعة. الصنف الأول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذا الصنف الأول. يتلونه حق إيش؟ يعني ناس عايشة مع القرآن صح. يتلونه حق تلاوته. هؤلاء من أهل القرآن، هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة، هؤلاء قال عليهم عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية اقرأها. هذولا اللي عايشين مع القرآن صح، علم وعمل وتدبر وقراءة، هذولا هم أهل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلون، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تخيل أنك تصبح تعيش مع القرآن وتصبح من أهل القرآن حتى تصبح من أهل الله. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: إن الذين يتلون كتاب الله، يتلو يقرأ، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. اللي يتلو القرآن يقرأ يوميا، يقرأ القرآن، فقرأوا ما تيسر منه يوميا. له جزء من القرآن 10 صفحات، 20 صفحة، 30 صفحة، هذه يوميا يقرأها ما يتنازل عنها. هذا الصنف رقم كم؟ الثاني. الصنف الثالث: الصنف الثالث أحبابي في الله ما يعرف يقرأ أو ما يقرأ، أو ما يقرأ وله قادر يحفظ. إيش بقي له؟ وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذول الصنف الثاني اللي يستمعون. يا أخواني، من عظمة القرآن أن الاستماع والإنصات له سبب من أسباب رحمة الله. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إيش ختام الآية؟ لعلكم، لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. الصنف الأخير: وقال الرسول: يا رب، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هذه الأربع الأصناف. الصنف الأول اللي عايشين بحق وحقيقة مع القرآن، الصنف الثاني اللي يقرؤون ما تيسر، الصنف الثالث اللي يستمعون، الصنف الرابع الهاجر للقرآن. اسأل نفسك أنت من أي صنف؟